مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة سامسونج. المشكل اللي كيعاني منه الكثيرين مع برنامج زو ألا وهو 40 دقيقة. 40 دقيقة اليوم عندي لكم ليها الحل. إلا كنتي أستاذ أو مانجر أو ديريكتور عندي ليك الحل. الحل ديال 40 دقيقة اللي كيفرضها عليك زوم بازيك ليسونس ديالو فيها غير 40 دقيقة. علاش؟ كيقول لك ليسونس غراتوي بازيك لا غينيو اكسبيري 4 اور. كيفاش؟ خاص يكون واحد انيماتور يعني واحد كرياتور اللي كريا هذيك لا غينيو وما يكون معاه حتى شي انفيتي، ولا يكون واحد لانيماتور ومعاه انفيتي واحد، ولا ما يكون حتى شي انيماتور يعني حتى شي كرياتور يعني حتى شي انيماتور، يكونوا غير لي بارتيسيبون ويدخلوا قبل من الانيماتور. هادي ممكن تدوز ب 24 ساعة. والمشكل اللي هو لا غينيو اكسبي 40 مينوت هو ديال واحد انيماتور او بيان دو بارتيسيبون او بلوس، يعني كيكون واحد الانيماتور مع بارتيسيبون بزاف، لا انيماتور ما كاينش او 3 بارتيسيبون او بلوس جواندر افون لاريفي دو انيماتور، يعني كيدخلوا قبل ما يدخل الانيماتور او بيان بروفيسور او بيان ديريكتور او بيان ماناجر اللي هو كيكريي هذيك لا غينيو. في زوم مع هاد الجائحة ديال كورونا عطا واحد لا سوليسيون. الحل هو بالنسبة للناس اللي عندهم واحد الإدارة معترف بها، يعني عندهم سيت ديالهم خاص، زوم عطاهم الحل ديالها أنه يقدر يدخل زوم ويفوت هذيك 40 دقيقة، يفوت هذيك 40 دقيقة ولكن بشرط أنه يكريا بالنوت دومين ديالو. فوالا ملي كتدخل لزوم ولا الموقع الرسمي ديال زوم كنديرو سوليسيون، كنجيبو لا سوليسيون كنديرو ايديوكاسيون. فوالا ايديوكاسيون باش تاجوتي ليكول ديالك. ستيب 1 يعني المرحله الاولى سين اب فور فري باسيك اكونت هير يوزين يور سكول ايميل ادريس، يعني كدير ايميل ادريس ديال المدرسه ديالك. يعني فايل اوت بيلو انفورميشن فور يور سكول، هنا سكول انفورميشن يعني غتعطي هنايا معلومات على المدرسه ديالك، الايميل الخاص بالمدرسه، اسم المدرسه، فيرست نيمز الكنيه ديالك، واللاست نيم الاسم ديالك، سكول سايز يعني شحال فيها ديال بيرسون، الموقع الرسمي ديال المدرسه ديالك، الرقم الهاتف ديال المدرسه، وهنا البلد. هذه فيما يخص سكول ايديوكيشن. وكاين واحد الحل اخر انك تتبع 40 دقيقه من وراها وتعاود تحل 40 دقيقه. كيفاش؟ هذا زوم، كنجي البارامتر كندير افيشي ومون او دو كونيكسيون، فوالا كنسد. فوالا الى درت نوفيل غينيو غادي نلقى هنايا لوغ ديالي، غادي ينفو توصل لي 40 دقيقة. فوالا هاهي لوغ وجوان دو لوديو، فوالا هاهي هاد التايمر هادي اللي طالع هنا، هادي كيعطيني تايمين يعني كيعطيني الوقت اللي غادي نقدر انايا ينفو. تقربت بالي انا 38 دقيقة نصد لاغينيو نعاود نحلها بنفس الايد وغادي تزاد واحد 40 دقيقة وكلشي باقي داخل عندي في لاغينيو. ندير فان هاد الفان دو لاغينيو بوغ توس. فوالا هادي الحاسوب هنا في الهاتف، الهاتف كذلك هو مثال فوالا كيكون بحال هكا. كنجي البارامتر كنجي لاغينيو كنهبط افيشي فوالا لاغينيو افيشي مون اور دو كونيكسيون. فوالا غادي نرجع هنا غندير نوفيل غينيو غادي نلقى تايمين كومونسي اون غينيو غادي يعطيني لو طو ديال لاغينيو ديالي، يعني انا غادي نحسب هذيك لاغينيو لو طون ديالها واحد 38 دقيقة 37 وغنحبس غنسدها وغنعاود نحلها. وديجا لي زلاف وكلشي اللي عندي لي زانفيتي اللي عندي غنقول لهم سدوا عاودوا دخلوا وغادي تعاود واحد 40 دقيقة كذلك ومثال، يعني غادي نحبس نستوبي واحد 3 دقائق وغنعاود 40 دقيقة جديدة ولا دقيقة ولا شحال على حسب، وغير تسد وتعاود تحل. هاد التايمين هنا فين كنطلع ليا هنا كتبان ليا
37 دقيقة توصل عندي هنا ونحبس 3 دولار/مينوت. هذا فيما يخص المشكل ديال 40 دقيقة. ونتمنى الشرح ديالينا بإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو وعجبكم الشرح ديالي ما تبخلوش عليا، شي إشكالية ولا شي حاجة طرحوها عليا في الكومنتات أسفل الفيديو. شكرا.